عايزينك مش عايزينك. ارحل يلا بره وسيبها. مزيد تعذيب اعدام والعدل. قتل لي ولدي واحمد نصيف سلايين نغيف واحمد عز وفتحي سرور زور دستور. يلا ارحل يا مشير يلا ارحل يا مشير يا مشير طص فيك طص في اللي بيحييك. يلا ارحل يا مشير يلا ارحل يا مشير يا مشير ويا خسيس ودم المصري ما هو رخيص. ويلا ارحل يا مشير يلا ارحل يا مشير يلا ارحل يا مشير يلا ارحل يا مشير. اه يا شرطة عسكرية اه يا شرطة عسكرية انتي اوسخ من الداخلية لما عملنا تحالف مع الشيخ حازم ابو اسماعيل مشكورا جالنا تهديد امبارح رسمي من الصفحة الرسمية للمجلس الاعلى. الصفحة بقالها 6 شهور مفيش حد عبره. ليه؟ عشان ما قلناش ايد واحدة وعاملين كده مع بعض. لما قلنا هنبقى ايد واحدة وهننزل ميدان التحرير وهننزل ميدان التحرير وهنقول للتلفزيون المصري اللي انتوا كل ما تشوفوا حد بدقن تقول ده سلفي نبعد عنه. هنقول لهم لا المصري بدقن او بالغير دقن فهو نازل عشان مصر بس. ولو انت يا مجلس يا اعلى بتحاربنا بدبابة او بطيارة او بصاروخ احنا هنحاربك زي اول 18 يوم بحرب الايد الواحدة. عايزين يركبوا على ثورتنا والنبي سمعوهم دي عشان دي على الجرح. يلا بعت بلدنا بلاش ما تعبناش ما تعبناش عارفين هم باعوا ايه؟ باعوا كرامتنا قبل ما يبيعوا نفسهم للامريكان. ماذا فعل بكم ايام حكم الرومان اخوانكم في العقيدة؟ شردتم وقتلتم ولكن ضرب واحدا منكم في حكم شهادة محمد صلى الله عليه وسلم فاقتص لكم عمر بن الخطاب وعرى رأس عمرو بن العاص امير المؤمنين في مصر كشف رأسه وقبطين هذا رأسه فاقتص منه اقتص. فلولا اغترار الولد بسلطان ابيه ما تجرأ على ضربك ايها القبطي. هذا هو ديننا ولن يحمي. لا تستمعوا للفتنة الواردة من امريكا رأس الشر في الارض التي لا تريد بنا خيرا والتي تحيك جميع المؤامرات بالضغط على المجلس العسكري للأسف ويستجيب للضغط. انت انطاويك البنبارة عامل فيها مصر اسيل المحاكمة في انتظارك يا طنطاوي قال لك ايه قبل ما يمشي سيدك البيت قال لك ايه تلفي الثوار قال لك ارفع في الاسعار واللي بيحبس في الثوار اعدام وحسن اعدام وحبيب دول تلبية انت